ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كله يكون كويس. جالي تساؤلات كتير الفترة الأخيرة، كلها بتتكلم في نقطة التسامح. ايه مفهوم التسامح؟ ناس اتغدر بيهم من اللي بيحبوهم، اتغدر بيهم من أقرب الناس ليهم. بيسألوني عايزين نسامح بس مش عارفين، سامحنا كتير قبل كده بس المرة دي مش عارفين. لما يتغدر بيك وتلاقي نفسك عايز تسامح بس مش عارف تعمل ايه؟ صراع بين العقل والقلب. القلب ما يفهمش الغدر، القلب نقي ما يفهمش يعني ايه حد يخون حد، حد يعني يكذب على حد، حد يعني يخدع حد. والحب ما يعرفش الكلام ده، ما يفهموش. العقل هو اللي يفهم الكلام ده لانه هو اللي يقدر يقيم ويحلل وبيشتغل بمنظومة المنطق. هل فعلا لما بقول انا سامحت انا سامحت بجد؟ هل لما بقول انا نسيت اللي حصل خلاص حصل خير، انا فعلا جوايا نسيت اللي حصل وحصل خير فعلا؟ التسامح مفقود معناه الحقيقي جوانا. اولا التسامح ده بيحصل ليه؟ في شخص عمل اذيه ما في الشخص التاني، فالشخص التاني عنده احساس بالغدر بالخيانه بالطعن بالاذيه بالالم بالضيق من اللي عمله فيه هذا الشخص. ثم هذا الشخص يجي يقول له سامحني، انا ما كانش قصدي، دي كانت غلطه، ارجوك عديها لي. فالشخص ده قلبه طيب يقول له طيب خلاص حصل خير، انا سامحتك. شايفين اللي حصل ده؟ اللي حصل ده غير حقيقي. هذا الشخص لم يسامح هذا الشخص. هذا الشخص كل اللي عمله انه لتعلقه بهذا الشخص، خوفه من فقد هذا الشخص، قلبه دور على اعذار، هذه الاعذار غير حقيقية، ضحك بيها على نفسه عشان يقنع نفسه ان الشخص اللي قدامي ده صادق ومش قصده ابدا وفعلا ما كانش عايز يجرحني فانا هسامحه. ده المثل اللي بيحصل، ده المثل الشائع. ثم ممكن حد يكرر الخطأ مرة تانية، كل مرة يعمل نفس الطريقة، أنا آسف مش قصدي، ها ها ها، هتغير هبقى إنسان أحسن، والشخص الآخر يجد له الأعذار برضو. اللي حصل ده ضد قانون التسامح. التسامح لا يحدث أبدا إن شخص يعتذر. الاعتذار غير كافي عشان أسامحك، الاعتذار لا يكفي عشان أغفر لك اللي حصل. عايز أقول لكم إن التسامح مش إرادة بشرية، يعني أنا ما أقدرش أقول لنفسي سامحه فسامحه. عندي حل واحد اللي أنا قلته من شوية، إن أنا أضحك على نفسي، أدي نفسي عذر، العذر ده أقبله، أضحك بيه على نفسي خداع وعديله اللي حصل. لكن هذا ليس التسامح. مع كل حركة غدر بتحصل بين اللي بيحبوا بعض تلاقي إن في حتة جواك بتتأثر، في حتة في الحب بتتشرخ تدريجيا كل مرة أكتر من التانية، لحد ما بيجي عليك لحظة مع تكرار الأخطاء المختلفة بتنفجر، لأنك خلاص مش قادر تستحمل أكتر من كده، وتجد إن كل المواقف اللي انت عديتها قبل كده دي انت فاكرها كويس جدا، ده انت فاكر كل موقف وجعك قبل كده وقلت بنفسك أنا سامحت فيه. فتجد إن انت في واقع الأمر لم تسامح، انت أصلاً ما نسيتش. ده بيحصل امتى؟ عند لحظة الانفجار الأخير بقى، الانفجار العظيم بقى، لما كل حاجة تبقى خلاص يوصل بيك الحال لنقطة يا إما أنت هيحصل لك حاجة يا إما تطلع كل اللي جواك ده. زي ما قلت لكم التسامح ليس إرادة بشرية، هناك قانون أزلي يحكم البشر، قانون الاستحقاق وتحقيق العدل. لازم الحق يرجع لصاحبه، لازم ترد له الحق. ما ينفعش أنا اضرب واحد اقطعه خالص وبعدين اقول له انا اسف فيغفر لي ونسى. يعني ايه نسى؟ انا خد حقه هو مني، ما خدش حقه مني. الظلم، الغدر، الخيانه يجب ان يرد الحق، ويرد الحق باي وسيله ترضي الطرف المجني عليه. ادي اول قانون للتسامح، رد الحق. اذتني اديني حقي، رجع لي حقي، رد لي اعتباري. وهذا ليس ابدا بآسف حقك عليا وحصل خير وعديها، كبر دماغك ومش قصدي، مش ده الكلام اللي بيجي بالتسامح ابدا. ادي اول قانون. تاني قانون، احساس حقيقي من الشخص اللي اذى بالندم، وهذا الاحساس يصل الى الطرف الاخر ويصدقه ويؤمن بيه، ومش في يوم واتنين، على فترة كبيرة. عندما يشعر الطرف ده ان الانسان ده فعلا ندم وبطل يعمل اللي كان بيعمله، كان بيجرح وبيأذي بيه الطرف التاني، ساعتها يكتمل الركن التاني من قانون التسامح. قالت حاجة مهمة قوي، لازم الطرف اللي أذى ده يسكت خالص، ما تكلمش. انت أذيت الطرف اللي معاك، ولا كلام ولا وعود ولا تحايل ولا بكاء ولا اي حاجة من الحاجات دي هتثير
الطرف المجني عليه، انت طعنته، انت اذيته، انت زعلته، انت جرحته، ثم تطالب ان هو يسامحك. ارجوك التزم الصمت، التزم الصمت، رد له حقه، اندم وبطل اللي كنت بتعمله وخليه يشوف. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ بقول لكم الكلام ده لان كتير جدا من العلاقات بيحصل فيها ان طرف بيجرح الطرف التاني، بيأذيه باي شكل من الاشكال، والاذيه متنوعه حسب كل شخص حساسيته ايه. لما طرف يأذي طرف، الطرف التاني يقول له انا سامحتك، انا عديت لك هذا خطأ، ده بيعمل تراكمات داخليه، ده بيخليك تشيل جواك وانت مش واخد بالك. فارجوك ارجوك اوعى تمشي خطوه في حياتك من غير ما تبقى راسك مرفوعه وحقك راجع وعايش بكرامتك. مفيش حاجه اسمها انا اسف الموضوع يعدي، مفيش حاجه اسمها. هذا ليس قانون بشري، هذا قانون ازلي الهي، قانون الاستحقاق. يجب ان يرد الحق الى صاحبه وتتم منظومة العدل في التعامل بين البشر عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض. بدون ذلك، بدون ذلك مش هنعرف نعيش مع بعض ومش هننسى البعض ابدا. خدوا بالكم ان الجاني عنده صفة وحشة قوي، لما بيلاقي المجني عليه متسامح وبيعديله بيتمادى. عشان كده ارجوكم في العلاقات، في الزواج، اللي يغلط، اللي يغلط لازم نعمل وقفة. الغلط ممنوع، الغلط غير مسموح، المساس بالكرامة لا، الغدر بالحب مرفوض، الخيانة شيء ملعون، التطاول شيء وحش. كل موقف يتعمل له وقفة، يرد الحق، ندم، يبطل، تشوف بعديها تسامحه ولا لا. لكن تعيش وانت بتتجرح وشايل مرة ورا التانية ورا التالتة، في الآخر هيحصل إيه؟ في الآخر هتنفجر وبتبقى لحظة نهاية. إذن مهم قوي إنك لما تغلط رد الحق. هتقولي أرد الحق إزاي؟ ما عرفش أرد الحق إزاي؟ هقولك بس أنت كنت عارف كويس قوي تجرح إزاي ومش عارف إزاي تصلح. هذا ضدك مش معاك، أنت عليك إنك تجد الطريقة إنك ترد له الاعتبار وترد له الحق عشان قد ممكن يسامحك. لكن لو أنت فاكر نفسك جاني ومسيطر لأن الطرف اللي معاك طيب وضعيف وخايف يفقدك، فبدوس عليه، فبتجرح فيه، فبتتعامل معاه ان هو هيعدي لك اي حاجة، انت مش عارف انت بتعمل ايه، انت قاعد تغذي النار اللي جواه، ولما النار دي هتشتعل قبل ما تحرقه هو، النار دي هتطلع فيك انت، وساعتها كل حاجة هتنتهي. فلا تتمادى، لا تتمادى ابدا في الخطأ. ولو انت بتعمل غلط رد الحق، رد الحق. كلمة الاعتذار لا تكفي، رد له الحق، رد له الاعتبار، اندم، حسسه انك ندمت، حسسه بقيمته. ارجوك اللي معاك ده يا ريت يحس بقيمته، حسسه انه مهم، حسسه انه ما كانش ينفع تعمل فيه كده، حسسه. لو حس، لو انت نجحت، قانون الاستحقاق ممكن يساعدك ان هو فعلا يعدي لك اللي حصل ويكمل معاك من غير ما يبقى شايل جوه. دائما الناس بتدعو للتسامح، سامحوا بعض، عدوا البعض. انا بقى لا ادعو لذلك، انا ادعو للحق، انا ادعو لرد الحق. مفيش حاجه اسمها مثلا حد يتطاول على حد ويقول له انا اسف خلاص، يعني ايه الكلام ده؟ حد يأذي حد قدام حد ويجرح مشاعره ويجرح كيانه قدام ناس وبعدين خلاص انا اسف. ما ينفعش حد يغدر بحد ويكذب عليه ويجرحه ويقول له انا اسف. هذا ليس اسفا، هذا ضعف. انت خايف، بس خايف، انت كشفت، انت شكلك وحش، فانت بتحاول تبرر الموقف، بتلعب دور الضعيف، دور الضحيه. وقبل ما تفكر تعمل موقف يجرح الطرف اللي معاك، ارجوك ارجوك راجع نفسك، راجع نفسك، لانه مش هيسامحك. حتى لو قال لك انا سامحتك، ما سامحكش ومش هينسى، محدش بينسى ابدا. وارجوك ايها المجني عليك لا تستسلم، وما تقعدش تقول خلاص انا قلبي طيب انا هعديله انا انا انا. بلاش، انت بتأذي نفسك وبتستهلك الطاقة اللي جواك وبتستهلك روحك. لان الانسان صفته الرئيسية، صفته الرئيسية اللي بتحدد هويته ككائن راقي هي حريته، هي كرامته، هي احترامه لذاته. اتمنى يكون رسالتي عن التسامح وصلت ليكو. خدوا بالكم من نفسكم، نكمل الكلام مرة تانية إن شاء الله.